السلام عليكم يا جماعة، هنتكلم النهاردة على محاضرة من المحاضرات اللي هي تعتبر ظريفة شوية. المحاضرة يعني فيها كونسبت كبيرة وفيها ماثماتكس صغيرة، أو فيها شغل إيه يعتبر مش كبير قوي زي المحاضرات اللي فاتت. طيب، طبعا المحاضرة الفكرة فيها أو هي اسمها الهاشنج. هاشنج يعني إن أنا طبعا ليها شوية معاني. الفكرة الأساسية في كلمة هاش إن أنا بطبق فانكشن معينة على حاجة تكون مثلا نيوميريك أو نمبر، أو ممكن تكون سترينج، تطلع لي رقم، تحولها لرقم. الرقم ده طبعا ممكن يبقى إيه، معتمد على كل محتويات الإيه الأي دي أو كل محتويات الرقم. يعني مثلا ممكن صورة معينة تتحول لرقم عن طريق مثلا إن هو يتعامل مع البيتس اللي فيها. الرقم بتاع الصورة دوت ممكن يستخدم في شوية حاجات. هل الصورة اتغيرت؟ هل الصورة اتحط في المكان ده ولا المكان ده ولا المكان ده؟ فبالتالي أقدر إن أنا أول حاجة أوصل للصورة بسرعة، تاني حاجة أعرف إذا كان في تغييرات حصلت أو إيه أو لأ. خلينا بقى نبدأ مع بعض. طبعا فكرة الهاشنج زي ما أنا لسه متكلم معاكو، فكرة يعني بتستخدم كتير قوي، ومعظم الناس بيقولوا كلمة هاش غالبا علشان احول من حاجة لحاجة، احول غالبا من سترينج لرقم، عشان كأني ما عنديش اندكس، بس بقول مثلا فين احمد فين علي، فاحمد وعلي دول بيتحولوا لرقم موجود مثلا ايه مكان رقم 5 مكان رقم 7، فاعرف اوصل لهم بسرعة. فبالمنظر دوت الدنيا هتبقى ايه، هتبقى اسهل. طبعا الكلام ده بيستخدموه كتير في الديكشنري. الديكشنري طبعا ان انا عندي كلمات كتير قوي، كل كلمة عشان أوصل لها مش هقعد أعمل مثلا إندكس وأقعد أسيرش في الإندكس دوت، لأ هحولها الرقم وأروح المكان رقم كذا على طول. يبقى غالبا بعمل الإيه الكلام دوت بطريقة سريعة. طبعا هيبقى فيه زي ما هنتكلم دلوقتي شوية معوقات، لأن أنا صعب أعمل أماكن محتملة على قد كل الكلمات اللي عندي، أو أكشوالي على قد الهاش بتاعت كل الكلام اللي ايه الممكن في اللغة ديت. فغالبا عشان كده الدنيا بتبقى ايه، بتبقى صعبة شوية ان انا اعرف اعمل الايه الهاش بطريقة مباشرة. خلينا نبص مع بعض. الفكرة بقى هنا ان انا عندي ايه فانكشن. الفانكشن ديت بتاخد رقم او بتاخد صورة او بتاخد صوت او بتاخد whatever، فيديو مثلا، وبعدين بطلع رقم معين عن طريق مثلا ان انا البيت اللي موجودة في الفيديوز دوت بتعامل فيها مع بعضيها، في الاخر يطلع لي حاجة رقم كبير غالبا زي سيجنيتشر كده، مثلا زي ما يكون 4 بايت او ايه او 10 بايت. الرقم ده ممكن يقول لي الفيديو دوت كأنه رقم بتاعه، رقم خاص بيه، كأنه بيسموها بصمة للايه للفيديو ده. بعد كده طبعا ممكن استخدم البصمة دي في حاجات كتير. ممكن استخدمها عشان ارتب الفيديوز او اعرف اوصل للفيديوز بطريقة سريعة، او ان انا ممكن زي ما بيقولوا اعرف ان حصل تغييرات في الفيديو دوت او لا، نتيجة مثلا او يعني نوع من انواع السكيورتي ان ما حدش غير المعلومات اللي موجودة عندي، فما حصلش فاريشن في الايه في القيمة بتاعتي. تمام. تمام. طبعا هنا خلاص انا بس هطبق الكلام دوت، هطبقه غالبا على جزء معين من الداتا بيسموه الكي، اللي هو غالبا مثلا الاي دي بتاع الطالب. مثلا لو انا بتكلم مثلا على كلمات معينة، السترينج اللي بيمثل الكلمة ذات نفسها. طبعا عندي كلمة في الديكشنري بتبقى الكلمة المعنى بتاعها، سام اكزامبلز، كل دي ديتيلز. الكي بتاع الكلمة اللي هو عبارة عن الايه الحروف بتاعتها او السترينج اللي بيمثل الايه الكلمه بتاعتنا دي. فمثلا كلمه مثلا هلو ممكن تتحط في مكان كذا او يبقى ليها هاش بكذا. كلمه مثلا جود نايت ممكن يبقى ليها هاش تاني، فاعرف اوصل لكل كلمه فيهم بطريقه ايه بطريقه سريعه. كويس قوي. يعني فكره الهاشنج عايزين نتكلم عليها بالتفصيل لانها دلوقتي من الحاجات المهمه قوي. طيب هنا عايز ابدا اتكلم على هخزن الكلمات ازاي او هحطها ازاي. فاللي انا عايز اقوله لكم مثال ممكن نحطه في مخنا، ان انا عندي كلاس، والكلاس ده فيه 40 مكان للطلبة، وطبعا الطلبة بتوعي دولت
هيجي يقعدوا في الاماكن دي. طبعا الكلاس ده ما يسعش غير 40 طالب، فانا الفكرة انا عندي كام طالب؟ عندي اكتر من 40 طالب، بس مش كلهم هيجوا في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني كأن ال40 مكان دول هم يعتبروا السبيس اللي ممكن الناس تقعد فيه. اكشوالي مش هيجوا 40 مع بعض. طيب ايه المحتويات بتاعتي او ايه اللي انا عايزه؟ اللي انا عايزه طبعا اللي هو ان انا I need to know quickly where، مثلا واحد معين مثلا عايز انده على طالب اعرف هو فين بالظبط. اوكي، يعني مثلا هنا ده مثلا المحاضر مثلا بينده على طالب، فبيعرف هو فين بالظبط عن طريق الطالب اي دي او عن طريق الرقم بتاعه. غالبا بيمسك الطالب الاي دي بتاعه، بيجيب الهاش بتاعه، يعرف الطالب دوت هنا في المكان ده ولا لا. يعني مثلا هنده مثلا على طالب الاي دي مثلا بتاعه 1 مثلا 3 7 0 2، فبالتالي يطبق عليه قانون معين يطلع مثلا حاجة زي 12 او 17. فالمكان ده هل هو هنا؟ اه، يبقى ساعتها الطالب دوت يبدأ يتكلم معاه ويبدأ يعرف منه الديتيلز تانية او بقية الديتيلز بتاعته. طيب الطالب مش هنا وفي حد تاني قاعد مكانه، يبقى غالبا الطالب اترحل شوية، وغالبا اترحل شوية دي معناها ان انا ممكن ابدأ افكر في المكان التاني اللي ممكن يقعد فيه، في المكان التالت اللي ممكن يقعد فيه. فلو ما لقيتوش قاعد هنا او قاعد هنا، يبقى ساعتها الطالب ده مش موجود خالص. وده طبعا الفكرة ان انا بدل ما محتاج اسأل انت كذا انت كذا انت كذا او مين الطالب ده وهو يرد عليا، طبعا ما حدش هيرد لو انا عندي ديكشنري كلمات ما بتتكلمش. فغالبا اللي هيحصل يا جماعة، اللي هيحصل طبعا ان احنا هنستخدم موضوع الهاشنج عشان هذه الطريقة. طيب لازم اخد في اعتباري ان عدد الطلبة ممكن مثلا يبقوا 80، ممكن مثلا يبقوا 60. النهاردة هيجي منهم 40 معينين، بكرة هيجي منهم 35، بعد بكرة هيجي منهم مثلا 30. فهيقعدوا في الكلاس، ولازم يقعدوا في حتة بحيث ان انا اعرف اوصل لهم بسرعة. غالبا O1، O1 يعني ايه؟ اقول هو فين، اعرفه على طول هو ايه، فين الطالب ده. طيب ايه تاني؟ طبعا الحاجة التانية اللي انا محتاجها، كل طالب هيبقى ليه مكان معين طبعا زي ما اتفقنا، حسب الهاش بتاعه، حسب الهاش بتاع الفانكشن لما بطبقها على الاي دي بتاعه او على اسمه مثلا. طبعا الاسم لو بيتغير او بيتكرر فغالبا الهاش هتتكرر، فغالبا بختار حاجة ما بتتكررش لان يبقى الهاش بتاعها مختلف. طيب لو انا عندي 90 طالب و40 مكان، المابنج من 90 ل40 غالبا هيبقى فيه دوبليكيشن، يعني هيبقى فيه 2 هيقعدوا في نفس المكان، فغالبا هيبقى فيه حاجة اسمها كوليشن. كوليشن يعني ايه؟ يعني ممكن الطالبين دول يجوا مع بعض في نفس اليوم، ده عايز يقعد هنا وده عايز يقعد هنا، في اماكن فاضية بس هما الاتنين عايزين يقعدوا في المكان ده عشان ده المكان الخاص الخاص بيهم. فطبعا في حاجة اسمها كوليشن ديتكشن، لازم اعرف ان حصل كوليشن. الحاجة التانية ان انا ريزولف، ازاي اعرف اعمل ريزولف؟ اللي هي فكرة ان يبقى في المكان التاني او المكان التالت او المكان الرابع لكل واحد. فغالبا الفكرة ان انا لو حصل كوليشن هقعده في مكان في مكان تاني. طيب كويس اوي، خلينا نبدأ بقى بطريقة شوية تكنيكال بعد ما شفنا الاكزامبل ده. طبعا الفكرة دي ممكن نحلها بكذا كذا طريقة. أول طريقة مثلا إن أنا أعمل أماكن، نتخيل مثلا إن أنا عندي 100 طالب، أنا هعمل لهم كلاس 100 طالب، فأنا هعمل سبيسز على قدهم بحيث إن كل واحد يبقى ليه مكان خاص بيه هو بس، ما حدش يقعد في المكان دوت غيره هو. طبعا الحل دوت يعتبر حل اكسبنسيف لأن هو هيحتاج داتا ستراكشر كبيرة، وفي نفس الوقت الداتا ستراكشر غالبا هتبقى فاضيه، يعني هيبقى غالبا في عندي جابز كتيره جوه الكلاس لان الطلبه مش كلهم شغالين الاماكن كلها، فغالبا محدش بيلجأ للحل ده. طيب في هذا الحين يعني الهاش فانكشن بتاعتي هتبقى حاجه بالمنظر ده. الهاش فانكشن عدد الطلبه بيساوي العدد يعني الاماكن، عدد الطلبة المحتمل يعني الاي دي رينج بتاعهم مثلا من 1 ل 1000. ده مش معناه ان انا عندي 1000 طالب، ممكن يكون الاي دي بتاعي مثلا 1 3 7 9، فيبقوا مثلا 500 طالب.
او يكون الاي دي بتاعي مش ماشي سيريال نمبر او مش ماشي يعني ان سيكونس. فغالبا الرينج بتاع الفاليوز ده اللي هو بيسموه الاي دي رينج، وزي مثلا في حالتنا ده مثلا من 95 951 الف ل 952 الف. طبعا هنا 1000 طالب الرينج بتاعهم كذا، مش لازم يكونوا 1000 طالب بس دوت الرينج بتاع الاي دي بتاعهم. تمام. طبعا الفانكشن بتاعتي هتبقى سهله قوي لان انا محتاج 1000 مكان، فبالتالي هطرح او هقول بس ايه مجرد اتش كي بتساوي كي ناقص الاوفست او ناقص الرقم الاولاني، فيبقى عندي رقم من صفر لحد ايه من صفر لحد 1000. فطبعا دوت حل يعتبر حل مكلف وان كان فيري سمبل الفانكشن بتاعته، بس ايه غالبا هيبقى حل مكلف. طيب طبعا الحاجه بقى التانيه اللي هو الشيرنج، ان انا الناس تشترك في الايه في الاماكن، الناس تشترك في الاماكن. طبعا الاشتراك في الاماكن في الماثماتكس او في الكمبيوتر اللي هي فانكشن غالبا بستخدمها، زي مثلا فانكشن اللي هي باقي الاسم برسنتج او الايه الموديول او الايه مودولا سوري او الريميندر. يعني مثلا اقول مثلا 11 مودولاس 10 زي 21 مودولاس 10 زي 31 مودولاس 10. الناس اللي الاي دي بتاعتهم ب 11 و 21 و 31 كلهم هيقعدوا في نفس المكان. طبعا لو هم كلهم قعدوا جم مع بعض يبقى هيحصل كوليشن، وهحتاج ان انا ارحل اللي يجي التاني في مكان تاني او ادور له على الفانكشن الايه السكندري بتاعته. كويس قوي. طيب خلاص كده انا فهمت الدنيا هتبقى شغاله ازاي. طبعا زي ما احنا اتفقنا هيبقى في عندي اوبريشن اد وموديفاي وانسرت. اهم اوبريشن عندي هنا السيرش، ان انا ادور على الحاجه ادور عليها بسرعه، يعني كاني المين الاو 1 بتاعت السيرش. فغالبا لو انا اعرف احصل على الكلام ده الدنيا هتبقى ايه تبقى تمام قوي. طبعا انت الديكشنري معظم وقتك عمال تبص في الكلام تدور على كلمه معينه، مش تانسرت ولا الديليت. الفكره كلها ان انت بتدور على كلمه معينه. فغالبا دي الفانكشن اللي لازم نحترمها قوي، او الفانكشن اللي هي الشائعه اللي غالبا يهمني قوي ان انا اخلي التمام بتاعها رخيص، ان انا اعرف اعملها ايه O1. تمام. فطبعا زي ما اتفقنا مفيش مجال غير ان انا استخدم فكره الايه الهاشنج، استخدم فكره الهاشنج. طبعا دي بس منظر الكوليشن عشان نفضل فاكرين يعني ايه كوليشن، يعني اتنين عايزين نفس المكان في نفس الوقت، يبقى ساعتها ما ينفعش لازم العربية الحمراء تروح تركن في مكان تاني، العربية الزرقاء تروح تركن في مكان تاني عشان اعرف احل الموضوع ده. طبعا عشان ما نزهقش الناس، اللي ركن خلاص بيفضل مكانه والتاني بيروح يركن في المكان السكندري، والسكندري دوت غالبا بيبقى يا المكان اللي بعده يا اللي بعد اللي بعده حاجة بالمنظر ده. فبالتالي اعرف الدنيا هتبقى عامله ازاي. طب نتخيل ان انا بدور على العربيه الزرقاء بتاعتي بعد ما اتركنت، وهروح ادور عليها في المكان الاولاني هلاقي العربيه الحمراء، هروح ادور عليها في المكان التاني هلاقي العربيه مثلا خضراء، هروح ادور عليها في المكان التالت ما لقيتهاش، تبقى العربيه الزرقاء بتاعتي ما جاتش او اتسرقت. اوكي. انما لو العربيه الزرقاء بتاعتي ما لقيتهاش تبقى كانها مش موجوده، يعني كاني بدور على حاجه مش موجوده، او ما لقيتهاش في الاماكن البوسبل كلها، في اول مكان بوسبل مش هلاقيه معناها انها خلاص مش هتبقى موجوده في الاماكن الايه اللي بعد كده. كويس قوي. طيب زي ما اتفقت معاكم هيبقى غالبا الفانكشن الاساسيه اللي لازم افضل فاهمها هي معناها ايه مودولس. مودولس يعني باقي قسمه الرقم ده على ده. طبعا باقي القسمه محدش بقى ايه يبقى مش عارف يعني ايه باقي القسمه. لما اقول مثلا 21 باقي قسمتها على 4 يبقى ده طبعا الرقم ده معناه ايه 21 بتقبل قسمة على 4 ويفضل 1، فيفضل ده هو الايه هو الريميندر. فطبعا الايه الواحد ده هو الايه هو الريميندر. غالبا الهاش فانكشن بتاعتي هتعتمد على انا عندي كام رقم متاح، مثلا 40، فانا هيبقى ايه هيبقى عندي هنا اللي هم مثلا الكلاس اللي فيها 40 مكان، يبقى انا هيبقى عندي هنا 40 تطلع لي رقم من 0 ل 39. يعني مثلا الطالب ده يقعد هنا، الطالب ده يقعد هنا، الطالب ده يقعد هنا. فطبعا دي من الحاجات اللي هي الايه المهمه اللي عندي. في شويه مسميات اللي هي المكان دوت هسميه باكت، المكان اللي هنقعد فيه بيسموه ايه بيسموه باكت.
طبعا لو هو كلاس روم عادي هتبقى الدنيا تمام، او مثلا ممكن اتخيل ان هو مش سيمبل كلاس روم، هو عبارة عن زي ادوار، مثلا لو عايز اركن العربية بتاعتي عندي ادوار كتير، فانا زي ما بيقولوا بركن العربية بتاعتي ونسيت، فانا غالبا هجيب الدور بتاعي، الدور مثلا الاول، الدور التاني، الدور التالت، وبعد كده طبعا اروح بقى هناك اخزنها في المكان اللي هي اللي فيه هناك بقى. دي بقى ممكن تبقى اري، ممكن تبقى لينكد ليست، ممكن تبقى باينري سيرش تري، فهتعامل معاها بطريقة مختلفة خالص. يبقى انا فهمت ان انا عندي تو ليفل، وده طبعا هنشوفه ايه، هنشوفه حاجة. طيب طبعا هنا يعني على قد عدد الباكت هطبق الهاشنج فانكشن اللي هي هتبقى ايه، مودولس الكي، مودولس الايه طبعا الايه الرقم بتاعي. فطبعا خلينا نبص على الحتة دي، سوري. طبعا هنا الهاش بتاعي لو هو مثلا 11 يبقى مثلا 80 مودولس 11، فدي تطلع لي مثلا ايه 3، طبعا هي 77 زائد 3، فطبعا 40 مودولس 11 تطلع لي طبعا 7، وهكذا. يبقى انا كده كل رقم بطلعه يقول لي هيقعد فين في الايه في ال 11 مكان دول. كويس قوي، تمام. طبعا هنا الاوبن والكلوز هما نوعين من انواع الهاشنج، عشان اخد بالي من موضوع الايه الريزولوشن. لو حصل كوليشن، اعمل ايه؟ فانا ببقى عامل ديزاين، هل هي كلوز يعني حته واحده كبيره، وده بيبقى طبعا الحل اللي هو السيمبل، بس الحل اللي هو مش ايه يعني زي ما بيقولوا سيمبل بس مش افيشنت قوي. الحل التاني اللي هو حل ان انا بقسم او بقول عندي ادوار واعرف انا في الدور الكام، وبعدين ابقى ايه ابقى ساعتها ادور على مكان في الدور دوت، مكان فاضي او مش ايه او مش فاضي. فغالبا عندي نوعين من انواع الهاشنج، حاجه بيسموها اوبن هاشنج والتانيه بيسموها كلوز هاشنج. طيب طبعا هنا غالبا مثلا هقول العربيه الزرقاء هتركن في الدور الاولاني، العربيه الحمراء هتركن في الدور الاولاني، في الدور الاولاني هطلع ادور على مكان فاضي، فغالبا دوت ما يعتبرش كوليشن اكشوالي هتحصل. طيب الكلوز هيبقى في عندي مكان واحد بس زي دور واحد بس كل العربيات هتركن فيه، لو المكان بتاعك محجوز او متاخد فانت هتدور على مكان تاني، هيبقى عندك حاجه اسمها سكندري هاشنج، ثيرد يعني ترنري هاشنج. يبقى انت عندك فانكشن اولانيه، الفانكشن التانيه، الفانكشن التالته، اللي هي هتبقى بديل لو انت لقيت حد قاعد في المكان الاولاني بتاعك. يعني كأن كل واحد هيبقى ليه افضليات، انا احسن حاجة اقعد في الصف الاولاني على الشمال، تاني حاجة اقعد في الصف التاني على اليمين، وهكذا. فانت لو جيت لقيت حد قاعد مكانك في الاول، المكان الاولاني بتاعك، هتسيبه وتروح تدور على المكان التاني، هتسيبه تروح تدور على المكان التالت، لحد ما هت ايه ما هتعرف تقعد. غالبا هيبقى في عندك اوبشنز كفاية، والمكان مش هيبقى كل الناس هتيجي مع بعض زي ما اتفقنا، فغالبا هتعرف تقعد. لو ما عرفتش تقعد خالص يبقى في مشكلة، واحنا مش عارفين نخزن الورد دي او مش عارفين نحط الورد دي في الديكشنري، وغالبا دي ما بتحصلش. طيب يبقى انا طبعا لازم اخد في اعتباري ان عدد الكلمات الاكشوال اللي هتبقى موجودة، عددهم الفعلي لازم يبقى اصغر من السبيس اللي انا حاطه عشان اعرف احطهم طبعا. فطبعا دي من الحاجات اللي هي الايه المهمه. تعال بقى نبص على الاوبن كلوز بشويه ديتيلز. الاسهل اللي هو الكلوز، فاحنا هنبدا بيه. الفكره كلها ان انا هيبقى في عندي اري واحده، وهيبقى في عندي كذا كذا ايه كذا نوع من انواع الهاشنج، سوري. هيبقى في مثلا هاشنج، خلينا نمسح ده، هيبقى في عندي مثلا لكل كلمة أو لكل طالب أو لكل وورد في هاشنج 1 اتش 1، وفي مثلا إيه هاشنج 2، أو في اتش الأولانية وفي اتش اللي هي الألترنيتيف الأولاني اتش الألترنيتيف التاني. فبجرب دي، المكان لو مش فاضي هجرب التانية بالترتيب، هجرب التالتة، وهكذا لحد ما إيه ما أعرف ألاقي مكان إيه أعرف ألاقي مكان فاضي. طيب طبعا الأولانية دي اللي بيسموها الهوم اللي هو المكان الأساسي بتاعك، والتانيين طبعا اللي هم بيعتبروا alternative 1 و alternative 2. طبعا يعني عشان ما تلخبطش ممكن ان انا
اقول ان المكان التاني هو اللي بعديه على طول، المكان التالت هو اللي بعديه ايه بتلاتة. فغالبا ممكن استخدم الايه الفورمولا دي اللي هي تقول لي الهاشنج فانكشن الاولانيه بتاعتك الاساسيه هجمع عليها واحد تبقى دي تجيب لي الالترناتيف الاولاني، هجمع عليها اتنين تبقى الالترناتيف التاني، اللي هي ببساطه انت مكانك الاساسي المكان رقم 7، المكان التاني بتاعك اللي هو مكان رقم 8، التاني بتاع 9 و10 وهكذا. طبعا عشان بجمع ايه بجمع واحد، ممكن في بعض الاحيان ما اجمعش واحد، اجمع مثلا اي في 2 اللي هي تبقى المكان الاساسي بتاعك 8، يبقى اللي بعديه 10، اللي بعديه 12 وهكذا، فتعرف تقعد في المكان الايه الفاضي بالنسبة لك. كويس أوي، تعالوا ناخد مثال هنا نبص بسرعة كده. عندي الباكت فيها 8 أماكن، أو هما السايز بتاعها 8. عندي ها عندي طبعا أهي دخلت في الهاش فانكشن بقت مودلس 8. الفانكشن الأصلية اسمها اتش دي، الفانكشن الاولانيه الالترناتيف بتاعتها اسمها h1، فطبعا عباره عن ان انا بجمع واحد على الايه على الاتش الاصليه، وطبعا دايما لازم اعمل مودولس 8 عشان في الاخر اعرف اوصل للحاجه بتاعتي بطريقه مظبوطه. طيب تعالوا نبص كده، عايز اطبق الاولانيه. طبعا اتش دي بتساوي 4، لو انا افترضت ان المكان هيجي في مكان رقم 3، اوكي يبقى انا ساعتها يعني الاتش دي بتاعتي بتساوي 3 لاي دي معينه، اوكي اللي هي مثلا دي، اوكي دي هتروح عند اتش 3 هتلاقي مين، هتلاقي طبعا المكان التالت، هتلاقي طبعا الايه ايه قاعده هناك، اوكي فمش هترضى تقعدها جنبها، فبالتالي هتبدا انها تفكر في مكان تاني، تستخدم اتش 1. اتش 1 هتطلع 4 فلقت ايه لقت سي، هتستخدم اتش 2 فلقت 5، فهتروح هناك تلاقي المكان فاضي فتبدأ تقعد الدي هناك، يبقى الدي بتاعتي هتقعد في هذا الايه في هذا الايه المكان اللي هو يعتبر اول مكان فاضي بالنسبة لها. استخدمت الفانكشن دي يعني جربت مرة اتنين، التالتة نفعت. طيب لو ما كانتش نفعت كانت استخدمت مثلا اللي هي الايه اتش 3 اللي هي المكان ده. فطبعا دي الفكرة في ان احنا نعمل الادينج. طبعا وانا بعمل السيرش هدور على دي، بدور على دي فهطلع منها الكي الاصلية بتاعتها اللي هي ايه 3، فهلاقي المكان دوت مفهوش دي، طبعا هعرف ان دي مش الدي، هدور تاني باتش 1 هدور تالت باتش 2 لحد ما هلاقي الدي. لو لقيت مكان فاضي ولازم ابقى اعلم من الاماكن الفاضية مش من الاماكن الفاضية، ساعتها هقول ان دي مش موجوده او ان الكلمه دي مش موجوده مثلا في الديكشنري، حد كاتب لي كلمه اي كلام كده وعايز ان انا اعمل سيرش عليها فهروح ادور مش هلاقيها، معناها ان الكلمه دي مش ايه مش موجوده في الديكشنري. طبعا ده الكلام بيستخدم كتير مثلا في معظم الحاجات اللي هي فيها اونلاين ديكشنري عشان اعرف افهم الكلمه معناها ايه بسرعه. طيب فهمنا خلاص يعني الدنيا شكلها عاملة ازاي. طبعا اتش ايه بتساوي 3 يبقى الايه جت الاول اتحطت هنا وده اللي عامل مشكلة، اتش بي بتساوي 0 البي جت هنا ملهاش دعوة بحد، اتش سي بتساوي 4، لما تيجي الدي في الاخر هتلاقي المشكلة بتاعتها اللي احنا لسه متكلمين عليها ايه حال. طيب يعني خلاص كده فهمنا الدنيا شكلها هيبقى عامل ازاي. لو انا بتكلم بقى على البرفورمانس اناليسز هيهمني طبعا الديليت والانسرت بصوره اقل، ويهمني السيرش بصوره ايه بصوره اعلى اللي هو بدور على الحاجه بتاعتي بوقت قد ايه. فطبعا في امبيريكال يعني الفورمولا ديت اللي هي نص 1 زائد 1 على 1 ماينس الفا سكوير، ده في حاله الانسرش. وفي حاله الديليشن هيبقى عندي المنظر ايه المنظر ده، الفا بتساوي n على b، مين n وبين b؟ n عدد البوينتس اللي عندي او عدد الكلمات اللي عندي، و b اللي هم الايه الباكت ايه الباكت سايز. تمام. فطبعا يعني يهمني قوي ان انا ابقى عارف البارامترز بتاعتي هتتاثر ازاي. طبعا
الفاليو اللي هنا دي 1 على 1 ماينس الفا، فطبعا لو انا زودت الفا هيبقى الرقم ده في المقام، طبعا ان على بي دوت كسر، فغالبا هيبقى اصغر من 1 يعني. فطبعا كل ما بزود الالفا كل ما معناها الرقم ده هيبقى كبير، فبالتالي هياخد وقت اكتر في الايه، في الديليشن او في الانسيرشن. فانا لازم الالفا بتاعتي تبقى صغيرة على قد ما اقدر. هصغرها ازاي؟ هصغرها يا اما بزيادة البي يا اما بقلل الان. طبعا تقليل الان ده ريستريكشن، وزيادة البي معناها ان انا بزود حجم السايز بتاعي، فانا لازم ازود البي يعني بدرجة متوازنة بتوين الكوست والايه والاكسس تايم، ان هو يبقى حاجة كويسة. طيب طبعا زي ما كنا لسه متكلمين، بدل ما انت المكان الاصلي بتاعك يبقى اللي بعديه بواحد واللي بعديه باتنين، فممكن تلاقي ان في ناس تعمل زحمة وبقية الناس مش هت ايه مش هتبقى زي ما بيقولوا الناس كلها متزحمين في حتة واحدة وبقيتهم مش موجودين. فغالبا مثلا يعني مثلا في 10 كلمات هلاقي ان مثلا خمسة منهم يا جماعة زي ما حصل في دي كده، لقت A و B قاعدين مكانها. اوكي، فالفكرة ان انا او لقت سوري يعني لقت A و C قاعدين مكانها، فطبعا هنا اتس بيتر ان انا افكر في اعمل سبارس او اعمل كده جامب، اللي هي السي دي. السي دي معناها ايه؟ المكان الاولاني بتاعي ممكن يبقى رقم 1، المكان التاني بتاعي ممكن يبقى 5، المكان التالت بتاعي يبقى 9. فالفكرة هنا ان انا مثلا بجامب بفاكتور، فبيخلي في مجال ان يبقى في جابز هنا اعرف املاها بحاجات تانية، يعني الناس كلها ما تتزحمش مع بعضها. تمام. طيب تعالوا نبص مع بعض بقى على مثال يعني يلخص الدنيا كلها. هنا عندي كلوز هاشنج الري واحدة كبيرة، مكان واحد كل الناس هتقعد فيه، عندي عددهم 11، فهعمل مودولس 11، دي هتبقى الهاشنج فانكشن بتاعتي الأصلية. عايز أحط 1001، طبعا 1001 دوت لو شفت الرقم ده لأنه بيقبل اسم على 11. تمام. طبعا عايز احط الرقم ده على ان هو المودولس بتاعه بواحد، المودولس بتاعه باتنين، وهكذا. يبقى كل واحد فيهم هيقعد في المكان بتاعه. تمام. فطبعا دي الفكرة الاساسية. عايز مثلا هنا اجرب احط رقم زي 1052. 1052 لو انا قسمته على 11 هشوف الريميندر بتاعه بكام، فهلاقي ان هو غالبا هيحصل فيه نوع من انواع الكوليشن، لان هو الفاليو بتاعته ب7 هنا ب7، فطبعا هيحصل كوليشن مع ده. فانا غالبا لو انا كنت ماشي واحده واحده هخبط في ده واخبط في ده واخبط في ده، لو كنت ماشي ب3 هيبقى مثلا تاني مكان ليه مثلا اللي هو 10، فممكن يعني ايه انجز بسرعه بدل ما احتاج 3 مرات احتاج بس جاست ايه مرتين. تمام. طيب الهاشنج فانكشن طبعا يعني زي ما بيقولوا البسيط دايما بيفكر بطريقة بسيطة، ففي الاخر بيطلع الحل فيه ديس ادفانتج. فلما بعمل حاجة بالمنظر ده غالبا لازم اخد في اعتباري ان اكس دي رقم واكس دوت فيها شوية ديجيت، يعني مثلا لما اقول الرقم مثلا مودولس، خلينا مثلا نقول ابسط حاجه مودولس 10، يبقى انا ببص على الليست لاست ديجيت اللي هو الايه الليست سيجنيفيكانت ديجيت بس. لما اقول مثلا الاي دي بتاعي انا مثلا 17 2 3 4، فغالبا ببص على الجزء الصغير ده بس. اوكي، طبعا الجزء الصغير ده بس بيخلي الناس شويه تتزحم، او الاي دي بتاعك كله ما بقاش ممثل جوه الايه جوه الفانكشن بتاعتي. فغالبا اتس بيتر ان الهاش فانكشن بتاعتي تاخد في اعتبارها كل الايه كل الرقم ده، يعني 17 والاتنين يأثروا في الايه في الهاشنج، مش مجرد بس الايه 43 والايه 34 بس هي اللي تبقى مأثرة. فغالبا
دي مشكلة بالنسبة للحاجات اللي فيها نمبرز. فهنا في حاجة كده معينة يعني أحب بس ألفت نظرك إليها، اللي هي بيسموها الميد سكوير. ميد سكوير يعني إيه؟ يعني هجيب الرقم وأضربه في نفسه وآخد الجزء الميدل. يعني إيه؟ يعني مثلا نتخيل إن أنا عندي الرقم بتاعي عبارة عن طبعا جزئين، least significant و most significant، مثلا حاجة بالمنظر ده، هضربه في نفسه. لما هضربه في نفسه طبعا هيبقى بالمنظر ده، بضرب طبعا ده في ده، ده في ده، ده في ده، ده في ده، فطبعا هيطلع لي ايه؟ لو انتم عندكم فكرة هيطلع حاجة بالمنظر ده، الأحمر في الأحمر والأحمر في الأخضر مثلا. لو مثلا بقول ان هو هيبقى كلر معين فهيجيب لون بني، الأخضر في الأحمر هيجيب لون بني، الأخضر في الأخضر هيجيب أخضر، وغالبا أجمعهم على بعض. فطبعا لما هجمعهم على بعض هيجيب لي 3 حتت، طبعا زي مثلا 12 في 35. نتخيل مثلا المنظر ده، 12 في 35 بكام؟ 5 في 12 طبعا بإيه؟ ب10 صح؟ 5 في 1 طبعا ب5 يبقى 60، وبعدين هنا 3 في 12 بإيه؟ ب36. يعني مبدئيا كده الحتة دي كأنها الصفر دوت كأنه بيمثل بس الحتة الصغيرة، التلاتة كأنها بتمثل الحتة الكبيرة اللي هي كأنها جاية من الواحد والتلاتة، الجزء الميدل اللي في الوسط بيمثل لي الانتراكشن بين الأرقام دي كلها مع بعضيها. فإتس بيتر إن أنا دايما أستخدم الحتة اللي في الوسط، الحتة في الوسط هتمثل لي الأرقام كلها. فغالبا الفكرة كلها إن أنا بضرب الرقم في نفسه وبعدين بجيب يعني زي ما بيقولوا مودولس حاجة، أو بقسم اللي هي مودولس طبعا اللي هي كأنها الإيه الحتة دي بس اللي بجيبها، يعني في الآخر كأني بجيب الميدل إيه الميدل بارت بتاعته دي. بس جزء ماثماتكس اللي هو اختيار الهاشنج فانكشن، ميبقاش فيري سامبل، ميبقاش فيري نايف زي ما بيقولوا، يبقى إيه شوية أدفانسد بحيث إن أنا أقدر أجيب حاجة مهمة يعني. فطبعا لو مسحنا الكلام ده، عشان سوري مسحنا الكلام ده، فطبعا يعني هاخد طبعا اللي هو فكرة الايه الكي سكويرد، وبعد كده طبعا هبدأ اعمل ايه اقسم على رقم زي دي، يعني في الاخر هضرب الرقم في نفسه واقسمه على ايه على سام كونستانت، واجيب برسنتج بتاعت الايه سوري، واجيب الريميندر بتاع دي. الفكره كلها كاني بجيب الميدل بارت بتاعه، الميدل بارت هيمثل لي اكتر كل الارقام اللي ايه اللي فيه. كويس قوي. طبعا لو انا بتعامل مع اسماء حد اسم فيه كاركترز، فغالبا ممكن اعمل حاجه بالمنظر ده، اللي هي كانني بجمع الايه بعد ما حولت الحروف لارقام، طبعا عن طريق مثلا الاسكي كود او السترينج، مثلا زي ايه اللي هي اسكي كود مثلا زي 65، طبعا دي اللي هي الايه كابيتال، الاي سمول مثلا 97، كل حرف بالمنظر دوت اعرف اجيب الكود بتاعه واحولهم لرقم، وفي الاخر اعرف احول الكلمه لرقم. فطبعا ده الفكره، بجمع الاسكي كود بتاعه. طبعا الفانكشن دي مش كويسه قوي، او الطريقه دي مش كويسه قوي، لانها ما بتبصش قوي على الايه على الجزء الكبير من الايه الحروف، بتبص بس على الجزء الصغير. فانا لو يهمني ان انا اتعامل معاهم بطريقه افضل، ممكن كان انا استخدم زي ما بيقولوا طريقه تانية افضل، اللي هي بيسموها السايكليك شيفت، اللي هي كأني بجمع الرقم واضربه، بجمع الرقم واضربه، يعني كأن انا بجمع الارقام المختلفة سوري واضرب، كأن انا بقى ايه بجيب كل بيتس بتاعتهم مع بعض، يعني بعمل الخلط كأني بضربهم في الخلاط يعني. ففي الاخر يبقى في عندي كل الاجزاء مشتركة معايا في الايه في الفورمولا بتاعتي، من غير ما اخش في تفاصيل قوي. هنا كأني بعمل شيفت ليفت وشيفت رايت عشان زي ما بيقولوا اقلب او اغير الايه الارقام، فاعرف اوصل للحته اللي انا عايزها بطريقه بالظبط، يعني دي بيسموها سايكليك شيفت. يعني كل حرف هعمل فيه ايه
هشوف الاتش كان فيها كام قبل كده، اخد حرف جديد، اخد حرف جديد فين مثلا؟ يعني خلينا مثلا نعمل الحرف الجديد الايه، اهي نزلت، هاخد الايه واقول الايه دي هتبقى هنا وهتبقى هنا، وبعد كده اخد البي، طبعا البي هتقوم نازله معايا برضو في نفس الشكل، وبعدين هتطلع منها جزء هنا وجزء هنا، فكأني عمال دايما الاتش بتاعتي عمال اخلطها او عمال زي ما بيقولوا اضربها في الخلاط، فتبقى في الاخر تمثل الارقام كلها. تمام، طب كويس كده. طبعا ده كله كان بالنسبه للايه، للكلوز هاشنج. وات اباوت الاوبن هاشنج بقى؟ الاوبن هاشنج يعتبر اسهل بكتير. الاوبن هاشنج مش هيبقى فيه غير هاشنج فانكشن واحده بس، وبعدين هيحول مشكله لايه، لمشاكل من الحاجات القديمه اللي احنا عارفينها. يعني كأن في عسكري مرور هيقول لي انت في الدور الاولاني، في الدور الثاني، في الدور الثالث، وفي كل واحد اتصرف بقى زي ما انت ايه، زي ما انت عايز. فطبعا اهو ده عسكري المرور اللي هو الجزء الاول، هيقول لي انت تروح فين عن طريق طبعا فانكشن برضو بس برسنتج دي، فالكلمه بتاعتي هتوديني هنا او هنا او هنا او هنا. وبعد كده طبعا هنا هيبقى عندي يا اما لينكد ليست، يا اما اري، يا اما باينري سيرش، فاعرف اوصل بسرعه المكان اللي انا عايزه. يعني دول كلهم الناس اللي هيخبطوا في بعض هيتحطوا في الايه، في الدور الاولاني. الناس اللي هيخبطوا في بعض في الدور الثاني مع بعض، هما بقى يترتبوا مع بعض. طبعا هنا الاكسس تايم بتاعنا هيبقى ازيد شويه، لان بتعامل مع حاجتين والحاجه الثانيه مش هيبقى كونستنت، فبالتالي هتبقى الدنيا شويه ابطا، بس يعني زي ما بيقولوا مور اكسسبل، يعني دي ليميتد شويه السبيس دوت، مش مفتوح مثلا 4000 او 20000. طبعا عدد الكلمات في اللانجوج مثلا ممكن توصل ل 20000 و 60000، فغالبا دوت الكلمات اللي هي لو انا عايز اخزنهم كلهم، فانت خايف طبعا الاري هيبقى حجمها فظيع، فلازم اخد بالي ان الاوبن هاشنج ممكن تبقى مور زي ما بيقولوا يعني مور بريسايز او مور ابليكابل. ابليكابل خلينا نقول ابليكابل عن الايه، عن الكلوز هاشنج. طيب هنا مثلا نتخيل ان انا عندي ده الاي دي اللي هو مثلا 0 49 1 36، وعندي طبعا عددهم 7، فمبدئيا ممكن اقول ان انا هنا الريكورد بتاعتي اهي في اللينكد ليست دي، الريكورد بتاعتي في اللينكد ليست دي، دي كلها الريكورد اللي بتجيب واحد، احطهم هنا في الايه، في السبيس ده. طبعا يعني يعتبر حل كويس، بدل ما هخبط في الدنيا كلها هخبط بس في الايه، في الحبه دول. الهاش فانكشن بتاعتي المفروض انها تبقى شويه فير، بحيث انها عددهم يبقى تقريبا قريب من بعض، ما يبقاش في حاجه كبيره قوي وحاجه صغيره قوي. كويس. طبعا دي عامله زي ايه يا جماعه؟ عامله زي الديكشنري. لو حد فينا بص في الديكشنري، او مش ديكشنري، نوت التليفونات، اللي هي مثلا مكتوب ايه، مكتوب مثلا بي، كل واحده مثلا في مجموعه من الايه، من الصفحات. فانا كده كأن عندي الصفحات اللي اولها ايه، او الاسماء اللي اولها ايه، هفتحهم في الايه، في الباكت دي، اللي اولهم بي هفتحهم في الباكت دي. طبعا لو حد فينا يعني عنده اصحاب كتبوا اسمهم بالانجليزي، حد يعرف حد اسمه مثلا اوله اكس، او مثلا اوله مثلا واي، فغالبا واي في كتير طبعا، ياسر مثلا، غالبا بعض الحروف ما بيبقاش فيري فريكوانت زي الحروف التانية، فعشان كده مثلا ممكن الاقي في الديكشنري، ممكن مثلا يبقى الاقي ان الاي مثلا اي بي في صفحة لوحدها، وديناها صفحة لوحدها لان في حاجات كتيرة اي بي. ممكن مثلا ايه سي تاخد صفحة لوحدها، ممكن مثلا الاقي ان اكس مثلا وواي مثلا وزد كلهم مشتركين في صفحة واحدة مع بعض. يبقى انا بعمل ليه كده؟ بعمل كده عشان شوية اخلي الباكتس تبقى فير، او تبقى قد بعضها. ده يفيدني طبعا ان انا بعمل ديزاين للصفحات الديكشنري، مش هلاقي صفحة كبيرة وصفحة صغيرة، غالبا هلاقي العدد السكشنز كلها تقريبا قد ايه، قد بعضها بهذا المنطق. كويس أوي. طبعا زي ما اتفقنا الاناليسيس بتاعي هيعتبر مرحلتين،
مرة ان انا اتعامل مع الجزء الاولاني اللي هو واحد، وبعد كده الجزء التاني اللي هو التوتال ال n بتاعتي مقسومة على الايه، على الباكت سايز. فطبعا دوت واحد طبعا هيختفي كومبيرد بال n على دي، فانا غالبا الاكسس تايم بتاعنا هيبقى n على دي، فانا احاول اختار ان ال n على دي تبقى رقم شوية صغير، بحيث ان انا زي ما بيقولوا ابقى ايه يعني واثق من الحل ايه، من الحل التاني. طبعا دي كومباريزون سريعة بتوين الاوبن هاشنج والكلوز هاشنج، فدي من الحاجات اللي هي الكويسة اللي احنا نعتبر يعني فهمنا ايه اللي بيحصل فيها. اهم حاجة عندي طبعا القوة والضعف في كل واحد فيهم، وطبعا الناس ممكن تلجأ لبعض الفاريشنز في موضوع الهاشنج هنا. الهاشنج هنا فكرة، على فكرة عشان اوصل للحاجات بتاعتي بسرعة، في هاشنج استخدام اخر زي ما قلت لكم في اول محاضرة، ان انا اعرف الفاليو بتاعتي اتغيرت او ما اتغيرتش، كأني بعمل ستامب او بعمل سيجنتشر لكل ايه، لكل فايل او لكل مثلا ايه طالب. يعني مثلا الاي دي بتاعي لو اتغير هيجيب هاش فانكشن تاني، فانا مثلا لو نسيت الاي دي بتاعي غالبا هكتب الاي دي الجديد يطبق عليه موضوع الهاشنج، لان هو بيجيب حاجة تانية، فيبقى انت ايه نسيت الاي دي بتاعك، او كأنها مثلا الباسورد بتاعتك كأنها غلط، فده طبعا استخدام تاني في موضوع السكيورتي، يعني من الحاجات اللي هي المهمة برضه. تمام. طبعا هنا في ممكن الاوبن هاشنج السكند ليفل مش لازم يبقى باكت، ممكن يبقى مثلا زي باينري سيرش تري، وده طبعا بيقلل، بدل ما هو ان على دي هيبقى لوج ان على دي. طبعا دوت بايه بيصغر الدنيا شوية او بيحسن الدنيا جامد، فطبعا الدنيا بتبقى تمام. ممكن طبعا يبقى عندي كذا ليفل، زي مثلا ان انا اول ليفل مثلا هاخد اسمي انا مثلا، وبعدين اعمل بيه هاشنج كده، مثلا اخد اسم الاب وبعدين اعمل بيه هاشنج، وفي الاخر اوصل بقى لايه، للداتا الفعليه اللي موجوده عندي. فطبعا ممكن بعض الحاجات بالمنظر دوت تصغر الدنيا شويه، بس هيبقى طبعا في عندي برايمري وسكندري والترنري، فغالبا لازم اخد في اعتباري ان في 2 هاشنج ليفل وراهم الايه، الباكت بتاعتي او الداتا الفعليه موجوده فيهم. فدي كلها تعتبر حلول حسب السيتويشن اللي موجود ايه، اللي موجود عندي. طبعا هنا لو هحسب يعني هيبقى 1 + 1 + n على دي في دي، اللي هما طبعا عدد الباكتس اللي هنا دي 1، عدد الباكتس اللي هنا مثلا دي 2، وغالبا هيبقى لو كلهم دي 2 فغالبا هيبقى الفورمولا دي هي اللي ممكن احسب بيها البيج او بتاعتي، والواحد والواحد دول هيختفوا، يفضل في الاخر n على دي 1 او دي 2. فلو انا كبرت الحجم ده وكبرت الحجم ده، ساعتها هعرف اوصل بسرعة للايه، للداتا بتاعتي، او عدد الناس اللي في كل لينكد ليست هيبقى قليل شوية.